رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب مؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع تحت عنوان مستقبل جودة التعليم والتدريب بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي، وذلك بمشاركة أكثر من 700 مشارك من المختصين والأكاديميين والمهتمين في المجال التعليمي والتدريبي والتربوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والمعنيين بجودة التعليم والتدريب ومن الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية من 30 دولة مختلفة حول العالم، وكذلك من المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين. وفي افتتاح المؤتمر ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب كلمة بهذه المناسبة. حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني مشاركتكم افتتاح مؤتمر هيئة جودة التعليم والتدريب الرابع الذي يأتي هذا العام تحت عنوان مستقبل جودة التعليم والتدريب بين التوجهات العالمية والتنفيذ المحلي. وبهذه المشاركة المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة والفاعلة في ميدان جودة التعليم والتدريب بما يضفي الجودة والأهمية على المؤتمر، آملاً أن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق. الحضور الكرام، في تقرير نشرته الأمم المتحدة في أغسطس 2020 بعنوان التعليم أثناء جائحة كورونا وما بعدها، يذكر التقرير أن هذه الجائحة قد تسببت بأكثر انقطاع في نظام التعليم في التاريخ، وما نتج عنه من تضرر نحو 1.6 بليون طالب وطالبة في أكثر من 190 بلداً في العالم ومن جميع القارات. كما يذكر التقرير أن تلك الجائحة كانت سبباً في عمليات إغلاق المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم بنسب تتراوح بين 94 و99% بحسب مستوى الدخل للبلدان المتضررة. حضور الكرام، قبل 100 عام وأكثر بدأت البحرين نهضة التعليم المؤسسي وخاضت ذلك التحدي بكل عزيمة، ذلك عندما تم تأسيس مدرسة الهداية الخليفية كأول مدرسة نظامية في البحرين في عام 1919، حيث شهدت العملية التعليمية منذ ذلك الوقت محطات تغير وتطوير من حيث الأهداف التعليمية ومراحل الدراسة وفقاً للمتغيرات ومتطلبات سوق العمل وبرامج التنمية الشاملة من واقع الإيمان بأن التعليم هو المستقبل ومقياس حضارة الأمم وتقدم مناهضة الدول والشعوب. يأتي ذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات والتطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم وأثر ذلك على الاقتصاد، وفي ظل تساؤل المختصون والتربويين من حيث أهمية البحث المستمر في مراجعة أنظمة التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى التعليم ما بعد المدرسي أي ما بعد المرحلة الثانوية من أجل تأسيس نظام تعليمي مواكب لمتطلبات القرن 21 قادر على تخريج جيل متعلم قوامه الإبداع والابتكار والمنافسة في مجالات الحياة المختلفة. وإدراكاً لذلك وتزامناً مع إطلالة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
حفظه الله ورعاه، واهتمام وتوجيهات جلالته بتحقيق التطور النوعي للتعليم، جاء مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شاملاً للعديد من المبادرات الأساسية، يأتي من بينها إنشاء هيئة جودة التعليم والتدريب كهيئة مستقلة تراعي في عملها معايير الجودة العالمية من حيث جودة المناهج والمقررات الدراسية وكفاءة الأطر التعليمية والإدارية والبنية التحتية في إطار نظام تقييم شامل مراعي للشفافية والاستمرار. خلال 12 عاماً ومنذ إنشائها، نجحت هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين في مواكبة أنظمة الجودة إقليمياً ودولياً، حيث وقعت ما يقارب من 20 مذكرة تفاهم واتفاقية التعاون مع مؤسسات وهيئات متخصصة دولية ومحلية لنقل التجارب والخبرات. تلك الاتفاقيات وفرت للهيئة فرصاً كثيرة لأن تكون أرضاً خصبة لإعداد الخبرات المهنية في تقييم جودة أداء التعليم والتدريب، حيث نجحت خلالها في إنجاز أكثر من 1712 تقرير شامل لنتائج جودة أداء المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد، وتضمنت أيضاً نتائج إدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات الوطنية وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات. تلك المراجعات لم تتوقف في ظل جائحة كورونا، ولكنها فسحت المجال لإبداعات متجددة قام بها المختصون في هيئة جودة التعليم والتدريب من خلال التحول الرقمي لعدد كبير من عملياتها، حيث صمموا أطراً جديدة لتقييم أداء مؤسسات التعليم والتدريب وفق ظروف التعليم عن بعد. كما تعمل اللجان التنفيذية حالياً على تطوير نظام الامتحانات الوطنية ليخرج بصورة مطورة ومحدثة ليحقق الأهداف الوطنية المرجوة منه، وهو نجاح آخر يضاف لهذه المؤسسة المستقلة لتطوير التعليم والتدريب. وها هي تقوم بأدوارها الوطنية بكل إخلاص ومهنية واقتدار. الحضور الكرام، استمراراً لعملية التطوير وفي ضوء تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، فقد وقعت الحكومة عقداً مدته عامين مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال التعليم من أجل إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتعزيز دورها في تشغيل المدارس وتنظيم التعليم الأساسي، حيث بدأ العمل بتنفيذ هذه التوصيات التطويرية، وذلك لتمكين الوزارة من مواكبة المستجدات وأداء دورها بفعالية وكفاءة في المجالات التعليمية والإدارية. كما يتم أثر ذلك تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم ما بعد المدرسي وتعزيز دور مؤسسات التعليم التطبيقي من خلال وضع الأهداف الاستراتيجية لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم التطبيقي ما بعد المدرسي إلى 50% بحلول 2030، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. واستجابة لمتطلبات الثورة الصناعية المعاصرة لإعداد أجيال تمتلك مهارات التنافس في سوق العمل، الحضور الكرام، بجودة التعليم والتدريب نستطيع أن نساهم في النهضة الشاملة والارتقاء في البيئة التعليمية والمدرسية التي هي عماد تلك النهضة، في وقت تتسابق فيه الأمم لاستكشاف الفضاء والعمل على معالجة التحديات البيئية وخطرها على مستقبل البشرية. وإذا ما أردنا أن نكون مؤثرين في هذا المجال
فعلينا التعاون لتحديد استراتيجيات وأهداف جودة التعليم والتدريب التي نريد وأن نسعى جميعاً لتحقيقها وبكل ما أوتينا من الإمكانات والكفاءات والمهارات، وبتضافر الجهود لتحقيق ذلك. إن جائحة كورونا التي تجتاح العالم ورغم فتاح تأثيراتها السلبية على كافة مناحي الحياة وما سببته من خسائر بشرية ومالية كبيرة، قد هيأت الفرصة للتفكير في طرق جديدة للنهوض بالتعليم وسبل تقديمه من قبل المؤسسات التعليمية تحت أي ضغط أو ظروف طارئة. وإن هذا المؤتمر وانعقاده يأتي دليلاً على إمكانية انتقال العالم إلى نمط جديد من التواصل المعرفي والتكنولوجي الحديث، والذي كان يمارس على نطاقات محدودة. في الختام، يسرني أقدم الشكر لهيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس إدارتها وكافة منتسبيها على ما يقومون به من جهد وما يضعونه من خطط تحقيقاً لمستقبل تعليمي وتدريبي مشرق لمملكة البحرين، وما للسمعة الإقليمية والدولية التي أحرزوها إلا دليل على جودة الأداء وإتقانه، وما نجاحهم في استضافة هذه الكفاءات الإقليمية والدولية في هذا المؤتمر الهام إلا تأكيد الثقة التي حققوها على مدى عقد من العطاء الذي نتمنى أن يتواصل من خلال تلك المشاركات وعقد المؤتمرات وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات ونقل التجارب لما فيه خير التعليم الذي هو أساس رقي الأمم ونهضة شعوبها وسبيل نموها وتقدمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك ألقت الدكتورة جواهر المضحكي رئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب كلمة أكدت فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر العلمي المهم في مملكة البحرين. هذا وشهدت فعاليات المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين جملة من أوراق العمل المهمة قدمها عدد من المختصين والأكاديميين المحليين والدوليين.